بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ثانيا أسئلة المقال. أول سؤال بيقول لك: في الشكل المقابل سلك مستقيم عمودي على مستوى الصفحة ويمر به تيار إلى خارج الصفحة، حدد بأسهم اتجاه المجال المغناطيسي عند كل نقطة من النقاط E B C D الموجودة في مستوى الصفحة. طيب، قبل ما نحل السؤال ده، قلنا قبل كده إن خطوط الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم بتكون عبارة عن دوائر متحدة المركز. فأنت لو عندك سلك بيمر فيه التيار الأعلى، عمود على الصفحة وبيمر فيه التيار الأعلى، فخطوط الفيض المغناطيسي هتبقى عبارة عن دوائر متحدة المركز مركزها السلك. وبالتالي هنا مثلا ناخد دايرة من الدوائر دي. اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي عند أي نقطة بيبقى مماس لإيه؟ للفيض المغناطيسي، لخطوط الفيض المغناطيسي. يعني ايه؟ يعني عند النقطة دي هنا التيار كده، وبالتالي خطوط الفيض هتبقى كده. نيجي مثلا عاوزين نجيب اتجاه الفيض المغناطيسي عند النقطة دي، نعمل ايه؟ ناخد مماس زي ما قلنا في البداية خالص. لما خدنا المغناطيس في الشرح في البداية خالص، نورث ساوث، قلنا عشان نحدد اتجاه الفيض المغناطيسي عند النقطة بنعمل ايه؟ بناخد مماس لخط الفيض عند النقطة دي. فهنا نفس الكلام، انت عندك هناخد مماس عند النقطة دي لخط الفيض، هيبقى اتجاهه الأعلى. لو خدنا هنا مثلا هيبقى اتجاهه كده. طيب، أسهل طريقة عشان تحدد الاتجاه، المماس بيكون عمودي على نصف القطر بالنسبة للفيض المغناطيسي حوالين سلك، عبارة عن خطوط متحدة المركز مركزها السلك، عبارة عن دوائر متحدة المركز مركزها السلك. الدوائر دي المماس خطوط الفيض المغناطيسي او للدايره عند اي نقطه بيكون عمود على نصف القطر، وبالتالي انت هتعمل نصف قطر العمود عليه هيبقى هو ده الاتجاه بتاع الايه، الفيض المغناطيسي اهو عند النقطه دي، ادي نصف القطر والعمود عليه اهو، وهكذا. فانت هنا نفس الوضع عندك، هنا ادي السلك وادي النقط اللي عندك. في نقطه هنا عشان يكون متماثل زي ما هو عاملها، نقطة هنا ونقطة هنا. ونقطة هنا ونقطة هنا. فاحنا هنا هنعمل ايه؟ المفروض تبقى دي هنا. المهم نفس الفكرة، هتعمل ايه؟ هتشد كده خط ما بين النقطتين، النقطة دي والنقطة دي، ده نصف القطر. انت هنا هترسم الدايرة اللي بتمر بالنقطة دي، فانت عندك ده نصف القطر، وبعد كده اتجاه المماس هيكون عمود على نصف القطر بالشكل ده، وبالتالي ده اتجاه الفيض عند النقطة دي. نيجي نفس الكلام عند النقطة اللي تحت دي، نصف القطر اهو، وعندك الفيض كده، وبالتالي اتجاه الدايرة هيبقى كده، او اتجاه الفيض هيبقى كده، وبالتالي عمود عليه في الاتجاه ده. نفس الكلام عند النقطة دي، ادي نصف القطر، وده عندك خط الفيض او اتجاه الفيض هنا هيبقى عمود على نصف القطر او مماس للدال، وكذلك هنا يبقى كده. فهمت الفكره؟ يبقى انت عندك هنا، هنا هيبقى في خط فيت كده عباره عن دايره دايره مركزها السلك، وبالتالي اتجاه الفيض المغناطيسي بيكون ايه؟ بيكون مماس للدايره دي، والمماس للدايره بيكون عمود على نصف القطر اللي ما بين الدايره وما بين ايه، ما بين النقطه قصدي وما بين المركز. رقم 2، علل. بيقول لك هنا: تقع نقطه التعادل لسلكين متوازيين يمر بهما تيار كهربي في نفس الاتجاه بين السلكين. لما بيمر تيار كهربي في سلكين في نفس الاتجاه بيكون الفيض بين السلكين ده هيبقى الاعلى وده هيبقى الأسفل، وبالتالي في اتجاهين الفيض في اتجاهين متضادين، وبالتالي عند نقطة معينة هي نقطة التعادل يعني هيتلاشى أو هيلاشي تأثير كل منهما الآخر. وبالتالي هنا هتقول له: لأنه عند مرور تيار كهربي في سلكين متوازيين في نفس الاتجاه يتولد بين السلكين فيض مغناطيسي يكون اتجاه
يكون اتجاهه احدهما في عكس اتجاه الاخر، وبالتالي تتكون نقطة تعادل حيث يلاشي تأثير كل منهما الاخر. هنا عكس الكلام، لما يكون التيار في عكس الاتجاه، بفرض ان التيار هنا اقل، وبالتالي نقطة التعادل هتكون قريب من هنا، ده للداخل وده هيبقى للخارج، وبالتالي نقطة التعادل هتكون بره السلكين. هتقول نفس اللي قلناه، لأنه عند مرور التيار الكهربي في سلكين في عكس الاتجاه يكون الفيض المغناطيسي خارج السلكين في عكس الاتجاه، وبالتالي تتكون نقطة تعادل حيث لا يشك تأثير كل منهما الآخر. رقم 3، ما المقصود بمعامل النفاذية المغناطيسية لوسط الميو؟ ده قدرة الوسط لنفاذ الفيض المغناطيسي خلاله. السؤال رقم 4، اذكر شرط عدم وجود نقطة تعادل لسلكين مستقيمين متوازيين يمر بكل منهما تيار كهربي. طبعا عندما يكون التيار في السلكين في عكس الاتجاه وشدة التيار متساوية. لو انت عندك هنا زي ما قلنا قبل كده، لو فرضنا ان نقطة التعادل هتكون مثلا هنا، لو يعني مفيش نقطة تعادل بس احنا بنفرض هنا اي واحد وهنا اي اتنين، فانت عندك نقطة تعادل هنا، ده دي واحد او دي اتنين وده دي، فاحنا قلنا ايه؟ قلنا عشان دي تكون نقطة تعادل، الفيض الناشئ من ده يساوي الفيض الناشئ من ده عند النقطة دي، وطبعا الاتنين في عكس الاتجاه فهيلاشي كل منهما الآخر. يعني البي واحد بتساوي البي اتنين عند النقطة دي، يعني الميو اي واحد على اتنين باي دي واحد بيساوي الميو اي اتنين على اتنين باي دي اتنين، فهتلاقي ان الميو والميو بيروحوا، اتنين باي مع الاتنين باي، اي واحد على الدي واحد عبارة عن الدي زائد الدي اتنين البعد ده كله بيساوي اي اتنين على دي اتنين. لو انت عندك التيار ده بيساوي التيار ده، شدة التيار متساوية، فالمفروض ان دي زائد دي اتنين بتساوي دي اتنين. هل ينفع دي زائد دي اتنين تساوي الدي اتنين؟ ده ينفع في حالة واحدة، لما تكون الدي بتساوي صفر، يعني السلكين دول منطبقين على بعض، ده السلك التاني والسلك الاولاني فوقه، وبالتالي هتلاقي هنا ان ايه، كل النقاط حوالين السلكين هتبقى نقط تعادل، لان عند اي نقطه تيار متساوي واتجاه الفيض في عكس الاتجاه هيلاشي تاثير كل منهما الاخر، وبالتالي مش هيبقى فيه فيض اصلا، وبالتالي هنا مفيش نقطه تعادل لو التيار في السلكين متساوي وفي نفس الايه وفي عكس قصدي الاتجاه وبين السلكين مسافه. لازم يكون بين السلكين مسافه، لان لو السلكين منطبقين زي ما انت شايف كده مش هيبقى فيه فيض اصلا. يبقى هنا هتقول له إذا كان التيار في السلكين في عكس اتجاه ومتساوي وبين السلكين مسافة دي لا تساوي الصفر. رقم 5، اذكر الكميات الفيزيائية التي تقاس بكل من الوحدات الآتية واذكر الوحدة المكافئة لها. طيب عندك هنا ويبر في أمبير أس سالب واحد في متر أس سالب واحد. طيب نحل السؤال ده ازاي بتاع الوحدات؟ عندك ويبر على امبير في متر. طيب انت ما خدتش حاجه فيها الويبر ده غير كثافه الفيض المغناطيسي، صح؟ وبالتالي انت هنا ما تعرفش اي قانون فيه الويبر اللي هو فيه الفيض المغناطيسي غير كثافه الفيض المغناطيسي، وبالتالي انت هنا الاسهل ان انت تشيل الويبر ده وتحط مكانه كثافه الفيض. طيب عشان تشيل الويبر وتحط مكانه كثافه الفيض هتعمل ايه؟ تضرب فوق في متر تربيع وتقسم على متر تربيع. ويبر على متر تربيع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن التسلا، وبالتالي هنا تبقى تسلا في، والمتر تربيع على المتر هيديك متر في متر على امبير. نيجي بعد كده التسلا دي بتقيس كثافة الفيض المغناطيسي، متر ده بيقيس مسافة، والامبير ده بيقيس تيار. ايه القانون اللي فيه كثافة الفيض المغناطيسي مسافة وتيار؟ هتلاقي ان هو القانون ده، البي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي، تسلا في متر على امبير هيديك ايه؟ هيديك وحده قياس الميو، اللي هي هنا ده بيقيس ايه بقى دلوقتي؟ بيقيس معامل النفاثيه المغناطيسيه للوسط. فهمت بتتعامل ازاي؟ تيجي هنا هتلاقي تسلا في متر على امبير اللي احنا لسه ايه جايبينها، وبالتالي اذكر الكميات الفيزيائية اللي بتقاس بكل من الوحدات الآتية. يبقى دي عبارة عن ايه؟ المعامل النفاذية المغناطيسية اللي هي الميو،
واذكر الوحدة المكافئة لها، ده الوحدة المكافئة ليه هي دي، وده الوحدة المكافئة ليه هي دي، وخلاص. رقم 6، اكتب العلاقة الرياضية وما يساويه الميل للعلاقة البيانية التالية. بيقول لك هنا البي كثافة الفيض المغناطيسي، دي بعد النقطة عن محور السلك، وبالتالي احنا عارفين ان البي دي كثافة الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم. البي بتساوي الميول في الاي على 2 باي دي، بتساوي 1 على الدي في الميو في الاي على الاتنين باي. هنا انت راسم العلاقة ما بين البي وما بين الواحد على الدي. العلاقة دي هتبقى ايه؟ انت هنا بترسم علاقة ما بين ده كله وده كله، وبالتالي العلاقة دي خط مستقيم وده الميل بتاعك. احنا عارفين ان دي شبه ايه؟ شبه الواي بيساوي ام اكس. عندك الواي ده هو محور الصادات او المتغير التابع اللي هو البي، وعندك هنا واحد على الدي هنا، وعندك هنا العلاقة ما بينهم تبقى خط مستقيم. هنقطه من هنا عشان ما ينفعش. ليه بنقطه من هنا؟ لأن لو الواحد على الدي بتساوي صفر معناها إن الدي بلا نهاية. المهم يبقى احنا بنقطه من هنا، وبعد كده نروح جاي شادين، يبقى بتنقط من تحت وبعد كده تشده. الميل بتاعك هيبقى دلتا بي على دلتا واحد على الدي. دلتا بي على دلتا واحد على الدي هيديك ايه؟ ميو في الاي على 2 باي. وحدة القياس هنا هتبقى تسلا في متر. يبقى اكتب العلاقة الرياضية كتبناها وما يساويه الميل، كتبنا ما يساويه الميل للعلاقة البيانية الآتية. رقم 7، كيف يمكن الحصول على نقطة تنعدم عندها كثافة الفيض بين سلكين مستقيمين متوازيين يمر في كل منهما تيار كهربي في اتجاه واحد بحيث تبعد عن أحد السلكين ربع المسافة بين السلكين؟ بيقول لك هنا عاوزين نقطة تعادل. عندما تكون كثافة الفيض بين السلكين أو نقطة التعادل يعني الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلكين ويمر فيهما تيار كهربي في نفس الاتجاه. طبعا في نفس الاتجاه يبقى نقطة التعادل هتكون بين السلكين. هنفرض ان ده اي واحد وده اي اتنين، ونقطة التعادل بتبعد عن الاي واحد بكام؟ ببعد دي واحد، وعن الاي اتنين دي اتنين، والبعد ده كله بدي. طيب دي نقطة التعادل، يبقى كثافة الفيض الناشئ من السلك ده عند النقطة دي بتساوي كثافة الفيض الناشئ من السلك ده عند النقطة دي. وطبعا السلكين التيار في نفس الاتجاه، وبالتالي هيبقى الفيض الناشئ عنهما بين السلكين في عكس الاتجاه، وبالتالي هتبقى دي نقطة التعادل. المهم يبقى البي واحد بتساوي البي اتنين، ميو اي واحد على اتنين باي دي واحد بيساوي ميو اي اتنين على اتنين باي دي اتنين. قايل لك هنا في كل منهما في اتجاه واحد بحيث يتبعد عن احد السلكين ربع المسافه بين السلكين. هنفرض احنا هنا فرضنا ان نقطه التعادل بتكون اقرب للسلك اي واحد، وهو بيقول لك هنا تبعد عن احد السلكين ربع المسافه بين السلكين، يبقى الدي واحد دي هي ربع المسافه بين السلكين اللي هي ربع الدي. طيب نعمل ايه بقى؟ الدي واحد ربع الدي، البعد ده ربع المسافه دي كلها، يبقى الدي اتنين عباره عن ايه؟ يبقى الدي 2 عبارة عن 3 ارباع الدي، اللي هي الدي كلها ناقص ربع الدي هيديك 3 ارباع الدي. نيجي هنا الميو هتروح مع الميو، 2 باي مع ال 2 باي، اي 1 على الدي 1 عبارة عن ربع الدي بيساوي اي 2 على الدي 2 عبارة عن 3 ارباع الدي. تشيل الدي مع الدي، تشيل الأربعة مع الأربعة، طرفين في وسطين، هيطلع معاك اي 2 بتساوي 3 اي 1. معنى كده إن الاي 2 اللي هو التيار في السلك الابعد عن نقطه التعادل يساوي 3 امثال التيار شده التيار المار في السلك الاقرب من نقطه التعادل. يبقى هنا كيف يمكن الحصول على نقطه تنعدم؟ الاخ هتقول له هنا عندما يكون او عندما تكون شده التيار في السلك الابعد عن نقطه التعادل 3 امثال شده التيار في السلك الاقرب من نقطه التعادل. رقم 8، في الشكل المقابل إذا كانت مقاومة كل ضلع من أضلاع المثلث R وكان البعد العمودي بين النقطة M وكل ضلع من أضلاع المثلث متساوي، اثبت أن كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة M تساوي صفر. أنت عندك هنا أدي النقطة M، بيقول لك البعد ما بين النقطة M وكل ضلع، البعد العمودي ما بين النقطة M وكل ضلع من الأضلاع دي متساوي. فانت عندك ده دي هيبقى ده دي برضه هيبقى دي لانهم متساوي الابعاد العموديه كلها. عندك
التيار اللي ماشي هنا 3 امبير، وعندك ده اكس او ده واي وده اكس وده زد. بيقول لك هنا ان مقاومه كل ضلع من الاضلاع دي بار. تعال كده نحل الدايره دي ونجيب التيار اللي ماشي هنا والتيار اللي ماشي هنا الاول عشان نجيب الفيد الناشئ من كل ضلع من دول عند النقطه دي. فانت عندك هنا ار وار هيبقى 2 ار، وعندك هنا دي ار وداخل 3 امبير. المقاومه دي ضعف المقاومه دي، التيار هنا نص التيار هنا، فتقدر تقول على طول ان التيار هنا بواحد امبير وهنا باتنين امبير. لو انت عايز تعملها بالخطوات مفيش مشكله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول ان ده مثلا اي واحد وده اي اتنين، المقاومتين دول على التوازي، وبالتالي النسبه بين الايه؟ النسبه بين التيارات بتساوي النسبه العكسيه ما بين المقاومات، وبالتالي انت عندك الاي واحد على الاي اتنين بيساوي ار اتنين اللي هي ار على ار واحد اللي هي 2 ار. ار هتروح مع الار هيطلع معاك ان الاي 2 بيساوي 2 اي واحد. بعد كده 3 امبير دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاي واحد زائد الاي 2 اللي هي 2 اي واحد. 3 اي واحد بيساوي 3، يبقى الاي واحد بيساوي 1 امبير زي ما قلنا، وده 2 امبير. نيجي بعد كده نعمل ايه؟ هنا ماشي 1 امبير وهنا ماشي 2 امبير. الفيض الناشئ من السلك ده اتجاه التيار كده، وبالتالي هيبقى الايه؟ للخارج. والفيض الناشئ من السلكين دول اللي هو الضلع ده والضلع ده هيبقى فين؟ التيار ماشي كده، وبالتالي هيبقى للداخل. التيار ماشي كده كده هيبقى للداخل، التيار ماشي هنا لتحت هيبقى للداخل. وبالتالي انت عندك الفيض الناشئ من ده والفيض الناشئ من ده الاثنين للداخل وده للخارج. فهنيجي عند النقطة M هنا، الفيض الناشئ من السلكين من الضلعين دول سميه بي واحد، هيبقى البي بتاع ده زائد البي بتاع ده. لاحظ هنا إن الضلع ده والضلع ده ماشي فيهم نفس التيار اللي هو 1 أمبير، وبيبعدوا نفس البعد عن النقطة M، وبالتالي ده الفيض الناشئ من ده بيساوي الفيض الناشئ من ده، يبقى الفيض الناشئ منهم هما الاتنين بيساوي 2 في الفيض الناشئ من واحد فيهم بس اللي هو ميو في 1 أمبير على 2 باي في الدي. ده هيروح مع ده هيطلع معاك ميو على باي في الدي. نيجي بعد كده البي 2 اللي هو الناشئ من السلك ده، وده طبعا الاتجاه بتاعه لفين؟ قلنا الاتجاه بتاعه للداخل، خليها للداخل. البي 2 بيساوي ايه؟ الميو في الاي 2 اللي هو عباره عن 2 امبير على 2 باي في البعد اللي هو دي برضه. هتلاقي ان ده بيروح مع ده هيطلع معاك ميو على باي في الدي، وده اتجاه الفيد بتاعه للخارج. وبالتالي عندك هنا البي توتال بيساوي عند النقطة M بيساوي البي واحد ناقص البي اتنين بيساوي زيرو. نفس الفكرة في السؤال الجاي، لو انت ما فهمتش اللي انا عملته في السؤال ده ركز في السؤال الجاي. عندك هنا ده بقى مربع، كبر الرسم شويه عشان لو ما وضحتش. ده اي وده اي، عندك ادي النقطه ام في منتصف، وبالتالي البعد ده بيساوي البعد ده بيساوي البعد ده بيساوي البعد ده، سميه دي. عندك هنا في الشكل المقابل سلك منتظم المقطع شكل على هيئه مربع. لما يكون عندك سلك منتظم المقطع، ادي السلك اهو وشكلته على هيئة مربع، يعني ده ربع السلك ده ربع السلك ده ربع السلك ده ربع السلك، يعني قسمت السلك ده لأربع أجزاء. فأنت عندك المقاومة دي هتبقى قد المقاومة دي هتبقى قد المقاومة دي هتبقى قد المقاومة دي، يعني ده R R R R. وبالتالي أنت عندك هنا التيار هيجي عند النقطة دي ويتوزع. لاحظ إن ده مش متوصل، يعني أنا بقول لك إن البعد ده وده البعد وده البعد وده البعد. انت عندك التيار هيجي هنا يتوزع جزء هنا سميه اي واحد وجزء هنا سميه اي اتنين. المقاومه دي عباره عن ايه؟ 3 ار، الضلع ده والضلع ده والضلع ده على التوالي، والضلع ده بار، والتيار اللي داخل فيهم اي واحد اي اتنين. نفس اللي احنا عملناه في المساله اللي فاتت. عندك هنا
الاي واحد على الاي اتنين بيساوي الار اتنين اللي هي بار على الار واحد اللي هي بتلاتة ار، هيطلع معاك تلت، وبالتالي الاي واحد في تلاتة اللي هي تلاتة اي واحد بتساوي الاي اتنين. وعندك هنا الاي واحد زائد الاي اتنين بيساوي الاي، الاي واحد زي ما هو، الاي اتنين بتلاتة اي واحد بيساوي اربعة اي واحد، يبقى الاي واحد بيساوي ربع الاي. وعندك الاي اتنين هتساوي كام؟ هتساوي اللي باقي بقى اللي هو تلات ارباع الاي. نيجي بعد كده الفيض الناشئ من ده وده وده هيبقى في نفس الاتجاه للداخل، وهنا لما تيجي تعمل كده هيبقى للداخل، وهنا برضو هيبقى للداخل. والفيض الناشئ من ده هيبقى للخارج، وبالتالي الفيض الناشئ من ده زائد ده زائد ده تلاتة للداخل، والتيار اللي ماشي فيهم هما التلاتة نفس التيار نفس الشدة والبعد نفس البعد، وبالتالي البي واحد اللي هو ده زائد ده زائد ده هيبقى تلاتة في الفيض الناشي من ايه؟ من أحد الأضلاع بس، اللي هو عبارة عن الميو في التيار اللي ماشي اللي هو ربع الأي على اتنين باي في الدي. هتلاقي إن أنت هنا طلع معاك تلاتة على الأربعة، تلاتة على الأربعة على ده، اعملها بالآلة الحاسبة هتطلع معاك تلاتة على التمانية ميو أي على الدي. دي هتطلع هتنزل تحت 4 في 2 ب 8 و3 فوق. بعد كده البي 2 طبعا الاتجاه بتاع ده للداخل. البي 2 هتبقى للخارج، ودي عباره عن ايه؟ عباره عن الفيض الناشئ من ده بس. وبالتالي ميو في التيار اللي ماشي هنا الاي 2 عباره عن 3 على 4 اي على 2 باي في الدي. هيساوي 3 زي ما هي فوق ال 4 في 2 ب 8، والميو في الاي زي ما هي على الدي، ودي للخارج. وبالتالي عندك هنا البي توتال بتساوي بي واحد ناقص بي اتنين، الاتنين متساويين في المقدار المتقدم في الاتجاه هيديك زيرو زي اللي فاتت. السؤال رقم 10 بيقول لك ملف مستطيل موضوع في مجال مغناطيسي منتظم، ارسم العلاقة البيانية بين الفيض المغناطيسي فاي ام الذي يخترق الملف والزاوية سيتا التي يدور بها الملف خلال نصف دورة. إذا كان الوضع الابتدائي للملف عمودين على المجال المغناطيسي وبعد كده موازي. طيب احنا هنا عايزين نرسم علاقه ما بين الفاي ام وما بين السيتا، السيتا دي الزاويه اللي بيدور بيها الملف. عندك هنا بدايه من اول حاجه الوضع العمودي، ادي البي وهو بيدور كده. تاني حاجه الوضع الموازي، تعال ناخدها الاول. هنا عندك دلوقتي لما يدور الملف من الوضع ده للوضع ده هيدور بزاويه دار زاويه سيتا. الفاي ام بتساوي ايه؟ الفاي ام بتساوي البي في الاي ساين الزاويه اللي ما بين الملف وما بين الاي وما بين الفيض المغناطيسي اللي هي الزاويه دي. الزاويه دي عباره عن ايه؟ عباره عن 90 ناقص السيتا، يبقى ساين 90 ناقص سيتا. طيب عشان تقدر ترسم العلاقه دي فانت المفروض يعني يقول لك انت هنا ساين 90 ناقص سيتا بتساوي كوزين سيتا، او المفروض تبقى عارفها من الرياضيات. وبالتالي الفاي ام هنا بتساوي البي في الايه كوزين سيتا. طبعا البي ثابت، البي اللي هو كثافه الفيض المغناطيسي ده ثابت، والايه اللي هو مساحه وجه الملف ده ثابت برضو. امال ايه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير هو السيتا اللي هي الزاويه اللي بيدورها، والفاي ام بيتغير تبعا للزاويه دي. وبالتالي لما تيجي ترسم العلاقة دي انت هنا بترسم العلاقة ما بين الفاي ام كأنك بترسم العلاقة ما بين الكوزين سيتا وما بين ايه؟ يعني ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن البي في الايه اللي هو فاي ام ماكس كوزين سيتا. فانت هنا لما بترسم العلاقة ما بين السيتا والفاي ام كأنك بترسم العلاقة ما بين الكوزين سيتا والسيتا، بس بتضرب كل حاجة في ايه؟ في الفاي ام ماكس. وبالتالي هنا لما تكون السيتا بصفر، هيبقى انت عندك هنا الكوزين سيتا بواحد، وبالتالي الفاي ام بتبقى فاي ام ماكس، يبقى ده فاي ام ماكس. عندك هنا السيتا بقت ب 90، كوزين 90 بصفر، يعني هنا لما يدور 90 درجة فهيبقى موازي، وبالتالي ده هيبقى ايه؟ كده.
تعال نخلي 90 هنا شوية، وبالتالي ده هيبقى كده. بعد كده لما يدور في الاتجاه التاني هيبقى بالسالب، لان انت عندك الملف هيبقى كده. لما كان هو بادئ كده سمي ده واحد وده اتنين، فاكر الشرح؟ لما ده يعدي الحتة دي هيبقى كده. لما يدور بقى يعني ده جه كده الدار اهوت لحد ما بقى وصل كده، فده هيبقى واحد وده اتنين، واحد اتنين. فانت هتلاقي ان الاتجاه بتاعك اتغير، اتجاه دخول الفيض اتغير. وبالتالي زي ما قلنا لو اتجاه دخول الفيض اتغير، بدل ما هو كان داخل من هنا من الوجه، بدل ما هو كان داخل من الوجه ده بقى داخل من الوجه التاني ده، فانت كده الفيض ايه؟ الفيض هيبقى الاشارة بتاعته بالسالب. وبالتالي انت عندك هنا وقلنا الفيض كمية قياسية، بس معنى السالب ده ان الاتجاه بتاع الدخول هو اللي اتغير بس. المهم يبقى انت عندك هنا هيبقى بالسالب لحد ما توصل لايه؟ لحد ده ما يدور ويوصل ل 180. فانت هنا كثافة الفيض هتبقى ايه؟ هتبقى ماكس بس في الاتجاه السالب. احنا قلنا ده واحد اتنين وده اتنين واحد بس في الاتجاه السالب، وبالتالي هنا عند 180 درجة. بس كده. يبقى دي العلاقة بين الفاي ام والثيتا. نيجي بقى من الوضع الموازي. ادي الفيض والملف كده بعد ما يدور لزاوية ثيتا ادي البي. هنا هتلاحظ ان الفاي ام بتساوي البي في الايه؟ ساين الزاوية ما بين الملف وما بين الفيض اللي هي نفسها زاوية الدوران، وبالتالي هنا على طول ساين ثيتا. وبالتالي هنا انت بترسم العلاقة ما بين فاي ام والسيتا، والفاي ام دي بتساوي ده عبارة عن الفاي ام ماكس برضو ساين سيتا. السيتا لما تكون بصفر ساين سيتا بصفر فاي ام بصفر، وبالتالي بادئ من الصفر. السيتا لما تكون ب90 هتبقى الفاي ام بفاي ماكس، لان ساين 90 بواحد، وبالتالي هنا عندك فاي ماكس. وبعد كده لما توصل لل 180 فانت عندك هنا ساين 180 هتبقى بصفر، هيرجع تاني، وبالتالي هتبقى ده 90 180 هتلاقي كده. طبعا ده منحنى الايه؟ ده منحنى الساين. طبعا ده حاجه منطقيه برضو. انت عندك هنا في الوضع لما يكون موازي يعني الثيتا بصفر لسه ما دارش، فاي ام بصفر، لما يبقى 90 فالفاي ام بيبقى ماكس، لما يرجع تاني يعني ده لو ده واحد وده اتنين فهيرجع هيبقى هنا ادي اتنين وادي واحد. هو بادئ من هنا، كان ده واحد وده اتنين، لف كده هيبقى ده واحد وده اتنين. فاهم حاجة؟ هو بادئ كده ادي الملف اهو، هنا ده واحد وده النقطة دي واحد وده النقطة اتنين، هيلف كده ويرجع، فواحد هتبقى مكان اتنين واتنين هتبقى مكان واحد، فهنا اتقلب 180 درجة بس بقى موازي برضه. لو انت كملت اللف كده الوجه اللي بيدخل منه الفيض هيتغير، هيبقى كده الوجه ايه؟ اتغير، وبالتالي هيكمل بالسالب. اتمنى انت تكون فهمت الفكرة يعني. بس كده. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدأ في المسائل. أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم على خير. والسلام عليكم.